الشوق تتحدى بصبر وثبات. يا عمان يا عمان يا عمان يا عمان يا أغلى دار عمان، يا أغلى دار عز وأمن واستقرار. عمان يا أغلى دار عز وأمن واستقرار. بالدار العظمى سنة من مطارق من مطار. بالدار العظمى سنة من مطارق من مطار. يا عمان يا عمان يا عمان يا عمان يا أغلى دار. كل ما تفكرون به وتتساءلون عنه، للقضايا التي تهمكم، نلتقيكم كل يوم في منتدى الوصال. منتدى الوصال، حيث لكل صوت قيمة ولكل رأي أهمية. منتدى الوصال مع الدكتور المعتصم المعمري، يوميا ما عدا الجمعة والسبت من الثالثة ظهرا. منتدى الوصال ياتيكم برعاية اهلا بالعالم. اريد استمتع بالانترنت. اسعد الله مساءكم بكل خير متابعي الوصال اينما كنتم. هذا منتدى الوصال. منذ أن انطلقت الحرب الروسية الأوكرانية ونحن نحاول أن نفرد هذه المساحة للحديث إما عن الحرب أو انعكاساتها على دول العالم، هذه الحرب التي أخذت الكثير من الأشكال الاقتصادية ليس فقط في إطار التراشق بين الأطراف المتنازعة بشكل مباشر، وإنما بالانعكاسات حقيقة على كل دول العالم وإن كان بدرجات متفاوتة. نتحدث اليوم عن ارتفاع أسعار السلع، إما ما حدث وإما المتوقع. كان هناك حديث بالأمس كذلك مع سعادة رئيس هيئة حماية المستهلك الذي تحدث عن توقع منطقي بزيادة السلع، وأن هذا الأمر لا يتعلق بالظروف الداخلية في السلطنة وإنما بالظروف الدولية التي لا تخفى على أحد. سأستضيف في هذا الحوار عبر الاتصال المرئي الأستاذ لؤي بديع بطاينة وهو خبير اقتصادي. أهلا وسهلا أستاذ لؤي. مرحبا أستاذ معتصم، شكرا جزيلا. احنا نشكرك. الله يمسيك بالنور، شكرا جزيلا على قبول الدعوة. سيشاركنا لاحقا كذلك الدكتور محمد صبان وهو محلل سياسي ومستشار في النفط. سأبدأ معك أستاذ لؤي، دعني أبسط المسألة ربما لي كذلك وللمستمعين الكرام. هل عندما نتحدث عن ارتفاع السلع يتبادر إلى الذهن سؤال حول نوعية هذه السلع؟ هل هي السلع التي تستورد من دول المتأثرة بهذا النزاع، أم أنه كذلك النقل العالمي سيتأثر وبالتالي كل السلع قد تتأثر بشكل أو بآخر؟ شكرا جزيلا. حقيقة الموضوع نوعا ما شائك، بس أحاول أبسطه مثل ما تفضلت. إحنا لا ننسى أنه إحنا خارجين من موضوع من إن شاء الله نكون خرجنا من جائحة كورونا. مشكلة التوزيعات أو شبكة التوريدات والتوزيعات لا زالت دول العالم في يعني بدء الانتهاء من هذه الضغوطات وعودة الاقتصاديات للعمل بشكل طبيعي، ولكن بكل تأكيد مع اختلاف حجم تلك الاقتصاديات. لذلك حجم التوريدات أو شبكة التوزيع، خطوط النقل، الشحن البحري، الشحن الجوي، الشحن البري، لا زال لم يعد في قوته الأساسية أو بوضعه الطبيعي. هاي جانب. الجانب الآخر، مع ارتفاع أسعار البترول سواء ما قبل وضع أزمة روسيا وأوكرانيا، كان هناك ارتفاع لأسعار النفط. ارتفاع أسعار النفط بتؤدي بكل تأكيد إلى ارتفاع الكلف التشغيلية للعديد من الصناعات والمواد الإنتاجية، وتبعها حقيقة ارتفاع كبير جدا في أسعار المواد الخام اللي إما لها علاقة في ارتفاع أسعار النفط أو لها علاقة في بالذات في موضوع روسيا وأوكرانيا. لا ننسى أن روسيا وأوكرانيا هي من الدول الكبرى في العالم مصدرة للنفط والغاز. روسيا طبعا مصدر كبير للنفط والغاز، وأوكرانيا بمر النفط والغاز من أراضيها. وبنفس اللحظة روسيا وأوكرانيا تقريبا بشكل بسيط بشكل أكثر من 20-25% من إنتاج القمح في العالم والإنتاج والتصدير.
لذلك في كثير من الدول في العالم تعتمد على القمح الروسي والأوكراني. لا ننسى أنه سلعة القمح هو منتج أساسي في كل المواد، ليس مواد غذائية، في كل العملية الإنتاجية. طبعاً إذا أضفنا ارتفاع الكبير في أسعار الغاز والبترول، وهنا نحكي عن توقع كبير في حدوث تضخم كبير وإنفليشن. لا ننسى أنه الاحتياط الفيدرالي الأمريكي بدأ بداية العام برفع أسعار الفائدة وعنيته لاستمرار ارتفاع أسعار الفائدة، واللي هذا راح يؤدي إلى المزيد من الضغوط التضخمية وارتفاع الأسعار على كلف الإنتاج والكلف التشغيلية. هل هذه الارتفاع في الكلف التشغيلية والإنتاج هل هو ما رأيناه الآن، أم أن الأمر سيتحول إلى كرة ثلج ستزيد مع مرور الوقت؟ بأمانة كرجل مالي أتوقع أنه الأمور تم الأخذ فيها يعني مسبقا، يعني أتوقع أنه ما أظن أنه الكلف رح تتجاوز المرحلة هاي إلا لا سمح الله في حدوث تطور كبير، وأتمنى لا يكون في الأزمة الكورية الروسية الأوكرانية. ولكن الأسواق المالية عادة وأسواق السلع عادة هي ما يسمى بيع آجل فورورد، لذلك هي أوريدي تم خصم أو تم تسعير تلك التطورات سواء الاقتصادية أو السياسية أو المالية في أسعار التسليم اللي هي التسليم الآجل. جميل، أنا سأنتقل بالحديث كذلك إلى دكتور محمد الذي يشاركنا الآن عبر الاتصال المرئي. أهلا وسهلا دكتور محمد. دكتور محمد بس إذا تسمح تشغل المكبر الصوت معك. إيه نعم نسمعك الآن. أهلا وسهلا دكتور محمد، كيف الحال؟ الله يسلمك، كيف أحوالكم؟ حياك الله دكتور. شكرا لك على قبول الدعوة للحديث حول هذا الموضوع. دعني أسألك يعني ربما المقاربة البسيطة التي دائما تطرح، أنه والله في منطقتنا على الأقل ارتفعت أسعار النفط، هذا شيء جيد سيزيد من مداخل هذه الدول، ولكن دعنا نتحدث عن الجانب الآخر، ما هي الارتفاعات الكبيرة في أهم المنتجات التي قد تتأثر بشكل مباشر مع ارتفاع أسعار النفط؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة وتحياتي لكم وللضيف الكريم وللشعب العماني الشقيق. في الواقع ارتفاع أسعار النفط والغاز طبيعي له مردود إيجابي على دول الخليجية، لكن في نفس الوقت هنالك ارتفاعات في أسعار بعض السلع الرئيسية مثل القمح والذرة وزيت عباد الشمس وغيرها، عدا البلاديوم واليورانيوم وغيرها. فهذه جميعها تؤثر في حجم أو قيمة واردات دول الخليج. نحن لازلنا نستورد معظم احتياجاتنا من الخارج، وبالتالي ارتفاع أسعارها سيؤدي لا شك إلى ارتفاع معدلات التضخم محليا، يؤدي إلى كثير من العبء على المواطن الخليجي. ومن هنا قد تتخذ بعض الحكومات بعض الإجراءات التي يمكن أن تخفف من هذا العبء. جميل، طيب مع ارتفاع الأسعار أسعار المحروقات دكتور محمد، أليس من المتوقع كذلك أنه حتى المنتجات الأخرى، يعني خلينا نتصور مثلا أن بعض المنتجات التي تخرج حتى من الخليج لدولة أخرى في العالم، هذه المنتجات ما لها علاقة بالبترو كيميكلز ولكنها ستستهلك في طريقها البحري هذه المحروقات، هل فعلا هل حدثت هذه الزيادة في السلع الآن ولا ستأتي هذه الزيادة لاحقا؟ لا، هي أتت هذه الزيادة وستأتي أيضا بشكل أكبر في القادمة من الأيام. جميع السلع مرتبطة ببعضها البعض، وبالذات في قطاع الطاقة. الطاقة تستخدم لإنتاج مختلف السلع والخدمات. لاحظنا أن البتروكيماويات الخليجية التي تصدر إلى الخارج قد ارتفعت أسعارها. جزء من هذا الارتفاع انعكس بسبب ارتفاع أسعار النفط، وبالتالي أدى إلى تحسن كبير في أسعار البتروكيماويات وأيضا في أسعار المنتجات البترولية المكررة. نعم.
فالطاقة تدخل في كثير من تدخل في إنتاج كثير من السلع والخدمات، وبالتالي لابد أن تنعكس سلبا على أسعار هذه السلع والخدمات، وتزيد من معدلات التضخم العالمي الذي هو أصلا قد بدأ في الارتفاع نتيجة للنقصان في سلسلة الإمدادات المختلفة. نعم جميل. أستاذ لؤي، يعني إذا أخذنا الخط الذي سلكته هذه الأزمة سياسيا وعسكريا، البعض يراها إرهاصات لحرب عالمية ثالثة، البعض يراها حرب باردة تبدأ أو انهيار لعالم القطب الواحد، هل ما حدث على الجانب الاقتصادي إلى الآن سواء من نقص الإمدادات من مواد معينة أو ارتفاع السلع في بعض المناطق في العالم، هل يوازي حجم الأزمة سياسيا وعسكريا ولا لا، اقتصاديا ما زال العالم يستوعب هذه المتغيرات ولم يصل إلى حدود ما قد نسميه أزمة حقيقية؟ حقيقة أتوقع ومتاع مستوى شخصي، لأنه التوقعات صعبة في هذا الآن، إنه الأزمة السياسية نوعا ما ممكن تكون إلى حل الأزمة العسكرية، ولكن أتوقع أنه امتداد الأزمة الاقتصادية واستمرارها مع وجود عقوبات، لأنه إحنا تاريخيا كثير من الدول رزحت تحت العقوبات الاقتصادية لعشرات السنوات. حقيقة ما أتوقع إنه هاي العقوبات الاقتصادية وانحسار التدفقات النقدية وبيع وشراء هاي المنتجات رح يكون له حل على الأمد القصير، لأنه أوردي أو بدأت الدول الكبرى اللي تعتمد على هاي المنتجات سواء النفط أو الغاز أو المواد الخام أو القمح والشعير والذرة وزيت الصويا وزيت الذرة، إنه بدأت بالبحث عن بدائل، سواء كانت بدائل بنفس المستوى أو بدائل بديلة أو سلع بديلة. أتوقع إنه هاي الأزمة الاقتصادية اللي حدثتها وارتفاع الأسعار سوف يمتد لفترة قد تطول لسببين. السبب الأول إنه مثل ما أشرت إنه بدأت الدول بالبحث عن مصادر بديلة، وهذا أتوقع إنه بالذات على مستوى الغاز والنفط، لأنه لن تستمر أوروبا الاعتماد على الغاز الروسي، وهي أنا بشير إلى حديث الرؤساء الدول الاتحاد الأوروبي. بنفس اللحظة المواد الغذائية، لأنه للأسف وتفاجأنا كثير إنه في عدد من دول العالم تعتمد أكثر من 50% أو 60% من 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 واردات من القمح على أوكرانيا أو روسيا، وأتوقع إنه هذا بشكل خطر كبير على الأمن الغذائي. نعم. لذلك اقتصاديا سوف نشهد تغيرات على الخارطة الاقتصادية، تغيرات في الميزان التجاري ما بين الدول. روسيا وأوكرانيا شريك تجاري كبير للاتحاد الأوروبي، وأتوقع إنه يحدث هنالك تغيرات كبيرة خلال الأشهر القليلة القادمة. جميل. دكتور محمد، يعني إلى الآن مع ارتفاع كذلك أسعار النفط والغاز بشكل كبير خلال الفترة القليلة الماضية، يعني لم تكن هناك تحركات كبيرة لتغطية مثلا هذا النقص، على الرغم من أنه كان هناك حراك سياسي ربما قادته الولايات المتحدة قبيل هذه الأزمة. هل تعتقد أنه قد يستمر الوضع كما هو عليه، أم أنه قريبا لن تصمد هذه الاقتصاديات مع الأسعار الحالية للنفط، وبالتالي سيكون هناك تدخل بشكل أو بآخر لحصول تفاهمات وإرجاع الأسعار لحدود معقولة؟ ليس هنالك مجال للتفاهمات، لأنه ليس هنالك نقص في المعروض من أو الإمدادات من النفط والغاز. كل هذه الارتفاعات في الأسعار جاءت أو عكست التوترات الجيوسياسية، وبالذات التوترات بين أوكرانيا أو الحرب بين أوكرانيا وروسيا. ولاحظنا أنه خلال اليومين الماضيين انخفضت أسعار النفط بشكل كبير من مستويات أعلى من 115 دولار للبرميل من خام برنت إلى أقل من 105 دولار، حتى أقل من ذلك اليوم، وذلك نتيجة للتفاهمات التي بدأت تظهر على السطح بأنه قد يمكن إجراء
اتفاق أو إبرام اتفاق بين روسيا وأوكرانيا وإيقاف الحرب القائمة منذ أكثر من 3 أسابيع. فبالتالي ليس هنالك في يد، يعني إذا كنت تقصد تحالف أوبك بلس، نعم، فتحالف أوبك بلس يسير وفق معايير السوق. هل هنالك نقص؟ نعم. تزيد، هم يزيدون شهريا 400 ألف برميل يوميا. إذا كانت هنالك حاجة ونقص في الأسواق تستدعي زيادة أكثر من 400 ألف برميل، يقومون بتنفيذ ذلك. لكن الآن وكما ذكر سمو وزير الطاقة السعودي وأيضا وزير الطاقة أو نائب رئيس الرئيس بوتين ألكسندر نوفاك، بأنه ليس هنالك نقص في الأسواق، وحتى روسيا لا زالت مستمرة في إمداد الأسواق بالغاز بالنسبة لأوروبا. نعم. هنالك هلع غير لا أقول غير مبرر، لكن هنالك مبالغة من الغرب وتصوير الأحداث وكأننا نحن قادمون على حرب عالمية ثالثة، وهذا غير صحيح إن شاء الله. جميل، بإذن الله. أستاذ لؤي، دعني أعود إليك. بغض النظر عن يعني الارتفاعات التي حدثت لبعض السلع لتأثر كذلك تأثرها بارتفاع أسعار المحروقات، أو كذلك بعض السلع مثل القمح والزيوت كونها تأتي من روسيا وأوكرانيا، ولكن هل تتوقع أن روسيا مثلا يمكن أن تستخدم بعض السلع التي العالم يعتمد عليها، ناهيك عن القمح والزيوت، كوسيلة للضغط على الدول الأخرى؟ أقصد بذلك أن تحد من تصدير بعض المواد، أو أن تلجأ أوكرانيا للأمر ذاته لكي تشعر العالم بحجم معاناتها مثلا؟ هل قد يحدث ذلك قريبا؟ حقيقة روسيا بدأت حقيقة بالإعلان وأوكرانيا عن توقف بتصدير بعض السلع إما للحفاظ على مخزونها الاستراتيجي أو للبحث عن مواد، يعني أسس سليمة وطرق لتصدير تلك المنتجات. بالذات روسيا خصوصا بعد توقف أو مع فرض العقوبات الاقتصادية عليها وخروجها من نظام سويفت، وإحنا عارفين كل العمليات التصديرية تتم في الغالبية من خلال نظام سويفت أو الدولار الأمريكي. نعم. لذلك برأيي إنه روسيا هو المتضرر الأكبر، وبدأت بالتوقف عن تصدير تلك، إلا طبعا إذا كان هنالك سلع إما عن طريق بدائل أخرى أو عن طريق المقايضة. النقطة الثانية، إن في حال وجود حروب عادة بالدول، أنا بشكل عام بحكي، عادة تلجأ الدول للحفاظ على مخزونها الاستراتيجي وعدم التفريط في حال توقف عمليات إنتاجية أو توقف في بعض المناطق. وإحنا عارفين القمح والزيوت هي سلعة استراتيجية، سلعة يعني غذائية مهمة. روسيا أعلنت توقف عن تصديرها لغاية شهر جون من هذا العام. لذلك أتوقع أنه ارتفاع الأسعار اللي أشرت له في البداية هو تم محصلة للتوقعات في حدوث تلك الإجراءات والقوانين. النقطة مهمة ويعني يجب أن نشير لها مثل ما تفضل في الدكتور، إنه الأسواق عم تتداول أو تتداول على أسعار إنه في حال وجود حرب عالمية، لأنه افترضت الأسواق أو ما يسمى الفورورد بدأت في أخذ تسعير تلك المنتجات أو المواد الخام على في حال إنه توقف العمليات الإنتاجية بالكامل. مشان هيك شفنا أسعار البترول انخفضت من مستوياتها التاريخية، أسعار المواد الأخرى خلال اليوم بالذات ومبارح، أو أسعار القهوة، الذرة، الزيت، الصويا، كلياتها انخفضت يعني عن مستوياتها العالية أو التاريخية خلال 10-12 سنة الماضية. لذلك إنه الأسواق عم بتحاول إنها تهدي الوضع، يعني ما إنها تفهم شو اللي بيصير، خصوصا مع وجود مفاوضات ما بين الروس والأوكرانيين، و يعني في ظل دعم قد يكون من دول شرق آسيا وآسيا وجزء من الدول الأوروبية اللي بيدعموا وجود حوار. ولكن بكل أؤكد إنه ارتفاع الأسعار
قد يمكن انه نشهد موجه ثانيه في حال تطور العمليات العسكريه في لا سمح الله لمستويات جديده. جميل دكتور محمد، يعني توضيحك كان جميل بأنه الأمر ربما في ارتفاع الأسعار، الارتفاع المباشر أو السبب المباشر كان مرتبط ربما بالتخوفات من تصاعد هذا الصراع وأخذه لشكل متضخم، وهذا كذلك نتيجة للعمل الإعلامي لكل الطرفين. لذلك أنا دعني أسألك، هل من المتوقع أنه ربما قريبا كأداة من أدوات هذه المواجهة السياسية بين الطرفين أن يستخدم النفط وأسعار الغاز كذلك كأداة للحرب؟ هل من مصلحة أحد من كلا الطرفين أن يستخدم النفط كسلاح في هذه الحرب، إما بزيادة الأسعار أو بخفضها؟ نقطتان هنا أخي العزيز. النقطة الأولى أن الإعلام الغربي للأسف يبالغ ويضخم بعض المشاهد من أوكرانيا، وهذا يثير هلأ كبيرا عالميا ويساهم في التخوف والمضاربات بشأن أسعار المواد التي يتم تصديرها من كل من أوكرانيا وروسيا. هذه نقطة. النقطة الأخرى أن العالم أن روسيا لن تنتظر، هنالك حزمة من العقوبات المقابلة التي سوف تتبناها روسيا لتبيان للغرب أن لديها ما يمكن أن يؤلم الغرب في هذا المجال. هي كما ذكر زميلي الدكتور العزيز، ذكرت أمس روسيا على سبيل المثال قبل يومين في نهاية الأسبوع الماضي أنها بصدد في يوم 28 مارس بصدد إيقاف تصدير القمح، ويستمر هذا الإيقاف إلى نهاية يونيو القادم. إذا صدقت روسيا في ذلك، وأعتقد أنها ستصدق، فإننا نتوقع أن يكون هنالك ارتفاع كبير وكبير في أسعار القمح. والقمح يعرفون أنها سلعة أساسية واستراتيجية لكثير من الدول. نعم. صحيح أن كثير من الدول قد بدأت تملأ خزاناتها، ومنها على سبيل المثال جمهورية مصر العربية، لأنه أكل الخبز في كل الدول العربية كبير وكبير جدا. ربما نحن بدرجة أقل دول الخليج ونعيش على الأرز الذي لم يتأثر كثيرا، لكن بالنسبة للقمح التخوف من أزمة غذاء عالمية قادمة، وإذا ما تم ذلك فإن الأسعار سترتفع بشكل كبير وكبير جدا. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة أنه لو انتهت الآن الكل متفائل بالنسبة للمفاوضات الثنائية بين أوكرانيا وروسيا، لكن هذا لا يعني أن هنالك اتفاق، لأن الجانب الأوكراني يعتقد أن الغرب سيساعده، والغرب لا يساعد إلا مصالح، ولقد انكشف الغرب في عنصريته، في تعامله المزدوج مع الغير، في البحث عن مصالحه. اليوم الرئيس جونسون يقول أنه بسبيل خفض اعتمادنا على الغاز والنفط الروسي علينا الاتجاه وبكثافة إلى الطاقة النووية، وكأن الطاقة النووية هي طاقة آمنة سلمية ليس لها مخاطر. ضربوا بكل، حتى التغير المناخي ضربوا به، فكل هذه في سبيل مصالحهم. هذه المعايير المزدوجة والنفاق الدولي هو معيارهم، لكن بينكشفوا الحرب الروسية الأوكرانية كشفت لنا مدى فجاجة الغرب ومدى الاهتمام بمصالحه الخاصة دون النظر إلى مصالح بقية دول العالم. جميل جميل، أنا أشكرك كذلك على هذه المقاربة السياسية مع الاقتصاد، وإن كان لا يمكن الفصل الحقيقة بين السياسة والاقتصاد. سنأخذ فاصل قصير مستمعين، نواصل هذا الحوار الذي نجريه مع ضيوفنا الكرام عبر الاتصال المرئي، بقوا معنا.
دار الأوبرا السلطانية مسقط متشوقة لعرض باليه كسارة البندق المحبوب في العالم، الذي يخبئ في جعبته قصة ساحرة بفضل سرد تشايكوفسكي الموسيقي لقصة البطلة كلارا ودنيا كسارة البندق وجنية السكر والمعركة الخيالية بين الفئران والجنود. أنتم على موعد مع دار أوبرا التبليسي ومسرح الباليه الوطني في باليه كسارة البندق في 17، 18، و19 من مارس. احجزوا تذاكركم عبر تطبيق الهاتف أو الموقع الإلكتروني roh.muscat.org.om. هل شهدت أجزاء سيارتك أياماً أفضل؟ هل تظهر العلامات والخدوش في طلائها؟ لا تقلق أبداً، سيرفيس ماي كار موجودة لإنقاذك. صيانة سيارتك وإصلاحها وطلاؤها والتلميع الكامل من الداخل والخارج، سنأخذ سيارتك من أي مكان في مسقط ونعيدها إلى منزلك أو مكتبك حتى قبل أن تشعر بذلك. الحياة قصيرة جداً لنقضيها في قلق، لذا اترك الأمر للخبراء لتوفير وقتك ومالك مع servicemycar.com. أمي يا أحلى الجميلات ويا أحن وأغلى الأمهات، أنت فرحي وكل ابتساماتي، أمي جوهرة حياتي. في يوم الأم قدموا لأمهاتكم أروع المجوهرات المشغولة بعناية من مالابار ذهب وألماس لتبقى ثمينة وقريبة إلى قلبها. مالابار ذهب وألماس، احتفل بجمال الحياة. معرض عمان للبترول والطاقة المختص بصناعة النفط والغاز يعتبر الحدث العالمي الأكبر من نوعه في المنطقة، سيقام تحت رعاية وزارة الطاقة والمعادن وبضيافة شركة تنمية نفط عمان. تفضلوا بزيارة الحدث للتعرف على أكثر من 350 شركة من أكثر من 20 دولة مشاركة، ويصاحب المعرض مؤتمر مختص والكثير من الفعاليات الأخرى المصاحبة. الدخول مجاني في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض من 21 وحتى 23 من مارس من الساعة 9 صباحا حتى 6 مساء. للمزيد من المعلومات تفضلوا زيارة الموقع الإلكتروني www.omanpetroleumandenergyshow.com. الوصال، الإذاعة الأولى. يسر دار الأوبرا السلطانية مسقط أن تقدم مسرح كاراكلا الاستعراضي بعد النجاح الذي حققته عروض كان يا مكان والإبحار عبر الزمان. يعود مسرح كاراكلا بعرض آخر جديد فينيقيا، وتستمر الأسطورة في عرض واعد ومذهل يأتيكم في 24، 25، 26 من مارس. احجزوا تذاكركم عبر تطبيق الهاتف أو الموقع الإلكتروني roh.muscat.org.om. عندك إجازة وما خططتي وين تقضيها؟ احجزي غرفة البندر ديلوكس في منتجع شانغريلا بر الجصة واحصلي على 15% خصم على أفضل سعر متاح، بالإضافة إلى ترقية مجانية لغرفة بريميوم بإطلالة بحرية مميزة عند استخدام بطاقة هي التيتانيوم الخاصة للنساء من بنك العز الإسلامي. افتحي حسابك اليوم، تطبق الشروط والأحكام. مع تقدمنا في العمر نتباطأ قليلاً مع بعض المطبات والكدمات على طول الطريق، تستمر الحياة وتحدث الأشياء، ولكن في نهاية اليوم الأمر متروك لك لتعتني بنفسك. لا تختلف سيارتك عن ذلك وتحتاج إلى الاعتناء بها بشكل صحيح بواسطة خبراء محترفين في الصيانة للحفاظ على سلامة وقيمة سيارتك. دع خدمة سيرفيس ماي كار تمنحك شيئاً أقل تقلق بشأنه، صيانة سيارتك وإصلاحها وطلاءها والتلميع الكامل من الداخل والخارج. سنعيد سيارتك إلى مسارها الصحيح حتى قبل أن تشعر بذلك. الحياة قصيرة جدا لنقضيها في قلق، لذا اترك الأمر للخبراء لتوفير وقتك ومالك مع servicemycar.com. أمة مزدهرة بهدف موحد للحفاظ على البيئة، تقدم لكم وزارة الطاقة والمعادن أسبوع عمان للاستدامة، وهو الحدث الأبرز للاستدامة على مستوى السلطنة برعاية صاحب السمو السيد يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد وبضيافة شركة تنمية نفط عمان. سيكون أسبوعا حافلا بالفعاليات، منها حفل توزيع الجوائز ومعرض ومؤتمر وبرنامج زيارات ميدانية لمواقع مشاريع الشركات العمانية الرائدة لتطبيق معايير الاستدامة. موعدنا معكم من 14 حتى 16 من مارس بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض من الساعة 9 صباحا وحتى 6 مساء. للمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة موقعنا الإلكتروني www.omansustainabilityweek.com وسجل حضورك الآن. غد مشرق منتظر نتطلع فيه إلى النمو لنواكب كل جديد، نمو تقوده الخبرات والطعم الغني الشهي عبر احتضان القلوب ومد الأيادي. في أطياف نعمل دائما بكل حب لأنك تستحق السعادة.
كن معنا في مهرجان النكهات، استمتع بالطعم الفريد لدينا، تلذذ بقطع من اللحم الطري والمأكولات البحرية اللذيذة. هنا ملتقى عشاق الطعام، تناول ما لذ وطاب ب18.5 ريال فقط للشخص الواحد، كل يوم خميس في مطعم الطيبات في فندق جراند ميلينيوم مسقط. للحجز تواصل عبر الواتساب أو اتصل على 974-332-03. الوصال، الإذاعة الأولى. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، مجددا نتحدث عن ارتفاع الأسعار في انعكاس مباشر للحرب الروسية الأوكرانية. أستاذ لؤي، كنا يعني كان هناك حديث كذلك حول هذه ردة الفعل المتوقعة من الدول للتخزين والاحتفاظ بكل ما لديها، ولكن دعنا نتحدث على المدى القصير. ما هي أفضل الممارسات التي يمكن لنا نحن كدول على الأقل في المنطقة، في منطقة الخليج عمان مثلا، أن نفعل لكي يعني لا يحدث هذا الارتفاع بشكل مبالغ فيه، أو أن نتجنب أي نقص في الإمدادات؟ يعني بكل تأكيد دول الخليج مثل أسوة بكل دول العالم، أتوقع أنه يجب أنه تلجأ للاحتياطيات الاستراتيجية وعرضها في الأسواق للحد من ارتفاع الأسعار. هذا الاحتياطي هو احتياطي لمواجهة هيك ظروف في المستقبل. لم يوجد احتياطيات سواء مواد الغذائية والمواد الخام الأخرى إلا لمواجهة ارتفاع إما الطلب أو ارتفاع الأسعار. إنه نتوقع إنه هذا هاي اختلال العرض والطلب وارتفاع الأسعار ووضع قد يكون ليس طويل إن شاء الله. وبرأيي إنه عند استخدام الاحتياطيات وعرضها وتوزيعها في الأسواق، بالذات أنا بحكي عن المواد الخام وبالذات القمح والزيوت، راح يؤدي إلى كبح جماح الأسعار. بنفس اللحظة ما في دولة في العالم حقيقة أستاذ الكريم إنه بتشتري المواد هاي كل يوم، أكيد عند احتياطيات لمدة 6 أو 9 أو 12 شهر، وهي احتياطيات أمن غذائي استراتيجي. وإذا هنالك أي ارتفاع في الأسعار رح يكون الارتفاع للعقود المستقبلية، لذلك المواد الموجودة في الأسواق هي مواد مسعرة في أسعار قديمة. بنفس اللحظة يجب أن تبحث الدول الحقيقة على تنويع مصادر الاستيراد، ولا تعتمد أكثر بنسبة معينة على دولة معينة. أشار الدكتور موضوع مصر تعتمد أكثر من 40% على مصدر واحد من القمح، أو دولة مثل لبنان 80% من المستوردات من القمح من دولة أوكرانيا. لذلك بكل تأكيد هلا هاي الدول ودول أخرى أصبحت أنه تنظر على تنويع وتوزيع مصادر الاستيراد من هاي الدول أو دول أخرى. نفس اللحظة أنه يجب أن يكون هنالك مصادر بديلة لسلع بديلة. نعم. يعني أنا مثلا بحكي إذا كنا نعتمد على النفط ممكن نبدأ نعتمد على الغاز أو على مواد أخرى. نفس الشيء على القمح، نعتمد على مواد غذائية أخرى مثل ما أشار الدكتور، ممكن الأرز أو مواد غذائية أخرى. نعم. الزيوت نفس الشيء، في مصادر بديلة للزيوت. لذلك هاي المشكلة مشكلة آنية ويجب أن ندرسها من قبل كل الاقتصاديين والحد منها، وشوف الدول الأخرى شو اللي ممكن تلجأ له. جميل جميل. دكتور محمد، يعني أشرت كذلك للجانب السياسي ربما واختلاطه بهذه المسألة الاقتصادية، دعني أسألك يعني كذلك ربما مع بداية هذه المواجهات أو حتى قبلها، كان هناك حديث عن محاولة لاحتواء الأزمة المتوقعة على مستوى المحروقات في النفط والغاز. كان هناك تواصل مع أكثر من دولة خليجية بشكل مباشر أو غير مباشر، ودول الخليج كأنها ظهرت على مقدمة هذه الأحداث فيما يتعلق بأي ارتفاعات مستقبلية أو نقص في الإمدادات للنفط والغاز. مع ذلك ربما البعض لاحظ دكتور محمد أنه لم يكن هناك يعني أقول استنفار خليجي بنفس درجة الاستنفار التي رأيناه في الإعلام الغربي وتضخيم هذه المسألة. هل هذا يعني اختلال للحلف المعروف سابقا عن ربما الاتفاق المسبق بين دول الخليج والجبهة الغربية، وخروج ربما
كذلك أولويات أخرى لدول المنطقة ليست بالضرورة معتمدة على أولويات الغرب. لا، هي ليست خلافات بقدر ما هي التزامات في إطار تحالف أوبك بلس. المملكة العربية السعودية والأمارات واللتان تمتلكان طاقة إنتاجية فائضة أكثر من غيرهما، ذكرتا أن أي اتفاق لزيادة الإنتاج عن مستوى 400 ألف برميل يومياً لابد أن يتم اتخاذه في إطار تحالف أوبك بلس، والذي يتخذ قراراته بالإجماع، والذي يبني قراراته على دراسات علمية وتوقعات بالنسبة لما يمكن أن يحدث للعرض والطلب، وليست عشوائية كما يتصور الغرب. ولسنا هنا كدول تحالف أوبك بلس منتظرين لكل دولة أن تأتي زيدوا كذا وأعملوا كذا وأعملوا كذا. هذا الاتفاق تحالف أوبك بلس هو اتفاق تاريخي استطاع أن يحقق استقرار أسواق النفط. الأسعار صحيح فلتت ليس بسبب تحالف أوبك بلس أو سياستهم الإنتاجية، وإنما كما ذكرت بسبب التوترات الجيوسياسية ودور المضاربين الذين تعمقوا في شراء العقود المستقبلية تخوفاً من ارتفاع أو انقطاع الإمدادات في الفترة القادمة. التخوف لا زال قائم بالنسبة لروسيا. روسيا لم تستخدم سلاح الغاز والنفط بعد، لكن إذا ما تم الضغط عليها بشكل كبير فإنها بسهولة كبيرة أن تمنع الغاز والنفط عن أوروبا بالذات. ولذلك رأينا أن أوروبا هي أكثر تخوفاً، ولا تستمع لضغوطات الولايات المتحدة التي تطالبها بفرض حظر على النفط الروسي، عمل كذا عمل كذا، وكأنها تعمل لديها. الأوروبيون متعقلون، وذكر بوريل، جوزيف بوريل على سبيل المثال، بأن الغرب قد أخطأ حينما أعطى أوكرانيا ضمانات بضمه إلى تحالف الناتو. هذا تصريح خطير. معناه أن الغرب يعترف أن من أشعل النيران عليه أن يطفيها. جميل. وعليهم أن يقفلوا هذا المجال وهذا الباب. لا أعرف الولايات المتحدة لا زالت تتسلط، واليومين القادمين سيأتي إلى المملكة وإلى الأمارات الرئيس جونسون رئيس وزراء بريطانيا يحاول أن يقنعنا أن نزيد الإنتاج. أي إنتاج نزيده؟ فستكون هنالك مواجهة معه كما كانت مع غيره. لا يمكن زيادة الإنتاج إلا في إطار تحالف أوبك بلس، وأوبك بلس لا يرى أي ضرورة لزيادة الإنتاج عما قرره سلفا. هذه نقطة جميلة جدا، واعتقد التحليل المسبق لها قبل زيارة جونسون هو امر مقدر. استاذ لؤي، دعني اسالك كذلك، بما ان كما ذكرت انت ان الدول بشكل طبيعي تعمد الى زيادة مخزوناتها خصوصا من المنتجات ذات البعد الاستراتيجي، الان لو حدثت انفراجة في هذه الأزمة، تفاهمات مع المفاوضات الروسية الأوكرانية، هل تعتقد انه قد تحدث ردة فعل عكسية، تنخفض أسعار السلع، بعض السلع بشكل كبير، لأن الدول وكأنه أصبح هناك تخمة في السوق من بعض المنتجات، ولا هذا أمر غير متوقع؟ اقتصاديا يجب، لأنه إذا بدأ هنالك طمأنينة على مصادر التزويد والتوريد وارتفاع العقوبات. ولكن أنا أشرت في بداية المقابلة إنه أتوقع العقوبات الاقتصادية رح تستمر حتى في ظل وتوقف العمليات العسكرية، وهذا مثل ما احنا شفنا في دول كثيرة سواء كانت في العراق او في كوريا او في روسيا. من 2014 كان هناك عقوبات مالية واقتصادية. اتوقع الاسعار راح تبدا تشهد الانخفاض، ولكن راح يكون انخفاض تدريجي لحين توقع وثقة الاسواق والمضاربين اللي اشار اليها الدكتور لتعليق عليها، انه هنالك عوده طبيعيه وامنه لمصادر التزويد. حقيقه اللي بدي اشير لها الدكتور اشار الى المضاربين. الاخوان كثير المحللين ما بينتبهوا على موضوع اللي اشار له الدكتور، انه ارتفاع اسعار النفط هي ارتفاع عقود في السوق
التبادل الفوري وليس عقود حقيقية لبيع وشراء النفط. لذلك الدول المنتجة مش عم تكسب من هاي الارتفاعات إلا في ضوء وجود عقود النفط مثل العماني أو النفط السعودي مباع آجل لمدة شهرين. لذلك أي عقود الآن ممكن تسعر في أسعار قادمة أو أسعار حالية لمستقبلية. أما الإنتاج النفطي إذا مستوى شهرين قادمات علميا واقتصاديا هو مباع بأسعار صفقة الأزمة أو جزء منها كان مسعر في بداية الأزمة. نعم. عودة للأسعار أتوقع أنه الأسعار رح تبدأ بالانخفاض ولكن تدريجيا مش بنفس السرعة اللي ارتفعت بها الأسعار. جميل. أنا سأطرح السؤال ذاته كذلك على الدكتور محمد، ولكن فيما يتعلق بالنفط والغاز، لو فعلا حدثت انفراجة سياسية هل يمكن أن يحدث سيناريو مغاير، أن تحدث انخفاضات تاريخية لأسعار النفط والغاز بما أن هناك كان يعني مبالغة في أخذ العقود الآجلة؟ لا أتصور أن سيكون هنالك انخفاض كبير، والسبب هو التالي: أن الطلب العالمي على النفط صحيح أنه بينتعش، لكن لا ننسى أنه خلال الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع قد بدأت تظهر حالات كورونا كبيرة جدا في الصين. نعم. وأدى هذا إلى التأثير في الأداء الاقتصادي للصين. الصين هي أكبر مستورد في العالم للنفط، وهي ثاني أكبر مستهلك للنفط بعد الولايات المتحدة، وبالتالي نخشى أن يؤثر هذا، وهو ما أثر فعلا على أسعار النفط حاليا. نعم. أن ينخفض معدل الطلب الصيني على النفط ويؤثر بالتالي على الأسعار. هذه ناحية. الناحية الأخرى أن التوترات قائمة في العالم للأسف، والتضخيم لا زال قائم. دعونا نرى، صحيح أنه تحت ضغط كبير، رئيس أوكرانيا يطالب أمس باللا معقول، يطالب أن يتم حجب عضوية روسيا فورا في مجلس الأمن، وتستجيب له الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى. أنا أستغرب مثل هذا التفكير، ويعرفون أن القرار النهائي لا يمكن أن يتم في ظل الفيتو الذي تمتلكه روسيا وغيرها. فإذا استمر الضغط هذا من الغرب وعدم العقلانية في تناول الأحداث، فأنا أتوقع أننا بصدد استمرار أسعار النفط والغاز في الارتفاع، خاصة إذا لم يتم رفع العقوبات التي بدأت تؤثر في روسيا، فإن سلاح النفط والغاز سيستمران في يد روسيا، وممكن أن تلعب بهما وقت ما تشاء وكيف ما تشاء. أنا أشكركم ضيفي العزيزين على هذه السيناريوهات المختلفة، بعضها يعني حقيقة من الصعب التنبؤ بها، ولكن فعلا ربما قراءتها في الوقت الحالي، التحضير نفسيا لأفضلها وأسوأها، هو أمر ملح جدا. الأستاذ لؤي بديع بطاينة، خبير اقتصادي، والدكتور محمد صبان، محلل سياسي ومستشار نفط دولي، شكرا جزيلا لكما على قبول الدعوة وعلى وقتكم وهذه التحليلات الجميلة اللي قدمتموها. شكرا جزيلا. شكرا لكم. شكرا جزيلا. شكرا لكم مستمعينا الكرام على متابعتنا، ونلقاكم إن شاء الله في حوارات قادمة. حياكم الله.